بسبب التظاهرات في المحافظات، وزارة الشباب والرياضة تؤجل افتتاح ملعب الكوت الأولمبي إلى إشعار آخر. لجنة التعاقد مع مدرب أجنبي تؤكد أنه سيتم التواصل مع 3 مدربين الأسبوع المقبل. محور هاتريك لهذا اليوم، الهيئة العامة لنادي الزوراء تجدد الثقة بفلاح حسن رئيسا للنادي لأربع سنوات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله أحبتي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج هاتريك. طبعا اليوم العديد من المواضيع والمتابعات والتصريحات في حلقة هذا اليوم، ونبدأها طبعا مع أيضا راح نركز الضوء على انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، وأيضا قرار وزارة الشباب والرياضة بتأجيل افتتاح ملعب الكوت الأولمبي اللي مقرر افتتاحه خلال هذا الشهر أو بعد أيام قليلة. طبعا وزارة الشباب والرياضة طبعا بسبب التظاهرات اللي الآن منطلقة في عدد من المحافظات العراقية، وبسبب توتر نوعا ما خلينا نقول نسبيا للوضع الأمني في هذه المحافظات، طبعا قررت وزارة الشباب والرياضة بتأجيل افتتاح ملعب الكوت الأولمبي اللي كان من المقرر أن يفتتح يوم 20. شباب طلعوا لنا الفيديو، طبعا 20 من هذا الشهر، بعد أن تم اكتمال طبعا كافة الأعمال من منازع، من مدرجات، من كراسي مثل ما تشاهدون. طبعا يعني عزت وزارة الشباب لهذا الموضوع أنه التظاهرات الشعبية اللي تشهدها عدد من المحافظات العراقية ومنها محافظة الكوت، طبعا التأجيل طبعا حسب ما وصل إلى الصحافة والإعلام أنه هو قرار حكومي، يعني الحكومة العراقية متمثلة بمجلس الوزراء طلبت من وزارة الشباب بتأجيل افتتاح الملعب لحين ربما يعني انتهاء التظاهرات أو طبعا تلبية مطالب المتظاهرين اللي يطالبون بتحسين الواقع الخدمي للعراق. طيب موضوع الآخر، أنه أغلب المختصين بالشأن الرياضي العراقي ومنهم حتى مدربين لاعبين دوليين سابقين تكلموا بأنه الدوري العراقي هذا الموسم يعني أكو به سلبيات وإيجابيات، لكن السلبيات هي اللي طغت على الإيجابيات، وأكدوا أنه الدوري العراقي ما ارتقى إلى المستوى المطلوب وغابت حتى اللمسات الفنية التكتيكية التكنيكية لبعض اللاعبين وحتى المدربين. خلينا نتابع. هي الايجابيات مالته انه نقول بدا من وقت، يعني في يعني وقت مبكر بدا من العام الماضي. السلبيات لحد الان دور منتهي، اكيد الاجواء حاره، عندنا شهر تموز وتعرف درجه الحراره تكون عاليه جدا، لكن يعني نقدر احنا الموسم القادم انه حسب ما سمعنا من الاتحاد انه يبدي 15/9 الدوري، 1/9 يبدي الكاس، 15/9 يبدي الدوري، فاكيد يعني مو 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 بذيك مو بذيك الصعوبه، يعني تعمل كراس ببدايه وبنهايه. دوري يعني كان طويل وممل، يعني باكثر اوقاته احنا بس هي الفتره الدائمه هي تعلق تنظيم الدوري، يعني الفتره كلش طويله، لازم يعني تصير فتره مدروسه تبدا في وقت وتنتهي في وقت، ونشوف احنا الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه وحتى اليمن الماضيه العراق انتهت بشهر الخامس، نهايه الشهر الخامس، احنا لحد هاي اللحظه هم اللاعبين بهاي الاوقات الصعبه دي يلعبون ويقدمون، ومطلوب من عندهم يلعبون ويقدمون، وهي هاي المشكله. نتمنى بس تصحيح المواعيد او تضبيط المواعيد، ومنها لازم ينزل كراس للدوري منظم، حتى اول شيء اعلاميا لازم اعلام اول ما يطلع عليه، وبعدين كلاعبين كادارات يعرفون يعني دوريهم ايش قد، حتى طريقه تعاقدهم يصير بشكل صحيح ويا المحترفين. بالنسبه للدوري العراقي اعتقد الدوري ما به اي ايجابيه ولا ايجابيه واحده، لا من الناحيه التنظيميه، لا من الناحيه الاداريه، لا من ناحيه اكتشاف المواهب، ما برزت عندنا اي مواهب هسه عكس بقيه السنوات، كانت اكو يعني تطلع مواهب شابه خاصة مركز حراسة المرمى، يعني باعتبار أنا مدرب حراسة المرمى ما برزت عندنا أي مواهب شابة، نفس البروز للاعبين القدماء لأن ماكو تطوير وماكو أدوات تطوير بالنسبة للمدربين، نفس المدربين نفس اللاعبين يتنقلون بين الفرق كل سنة،
ماكو فرص لاعبين شباب. يعني انا من وجهه نظري ماكو اي ايجابيه بالدوري، لا من ناحيه تنظيميه، لا تطورنا تنظيميا ولا تطورنا فنيا. طيب، هذا كان تصريح بالنسبة لبعض المدربين واللاعبين السابقين للاعبين العراقيين. طبعا أكدوا أنه يعني غياب الإيجابيات طبعا الدوري العراقي وغياب حتى اللمسات الفنية بالنسبة للمدربين اللاعبين، هذا نتمنى إن شاء الله أنه الموسم المقبل يتم تجاوز هذه الأمور وهذه السلبيات، يتم تجاوزها الأسبوع يعني الموسم المقبل، وأيضا أنه يكون هناك كراس. يعني الكثير طالب بأن يكون هناك كراس وهناك موعد محدد يبدأ الدوري وينتهي الدوري. طبعاً التقينا اليوم بالأستاذ فالح موسى، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات، وأتكلم وهو عضو لجنة التعاقد مع مدرب أجنبي، وقال إنه الأسبوع المقبل أكو 3 مدربين راح يتم مفاتحتهم مباشرة، يعني بدون يعني اتصال دايركت راح يكون معهم مباشر، راح يكون معهم، وأيضاً السيفيات أو السيارة الذاتية للمدربين وصلت على طاولة اتحاد الكرة، واتحاد الكرة الآن يتم مناقشة طبعا السيارة الذاتية للثلاث مدربين اللي ما أفصح عنهم، قال في الوقت الحالي قال ما راح أفصح عنهم، قال ما الأسبوع المقبل راح نكشف عن أسمائهم. خلينا نتابع. سبق أن صار عندنا تحرك في هذا المجال باتجاه مدرب معين، ما توفقنا بسبب مو مالي وإنما بأسباب أخرى ممكن أنه صرحنا عليها في محطات سابقة. اليوم اللجنة بعد الاجتماع الأخير للاتحاد تم أنه يعني طلب من عتبي أنه تنهي هذا الملف بوقت يعني خلال هذا الشهر. اليوم إحنا كلجنة عندنا أسماء، 3 أسماء تدريبية، ان شاء الله الاسبوع القادم راح يكون يعني عندنا تواصل مباشر معهم. اليوم احنا مستمر يعني كلامنا معهم مستمر في كل الجوانب اللي ممكن انه تخدم مسيره المنتخب الفتره القادمه، ونحدد شنو هو المطلوب من المدرب او انه شنو اللي ممكن انه يقدمه الاتحاد المدرب، فنتواصلين بهذا الامر. ان شاء الله الاسبوع القادم راح يكون عندنا يعني ممكن انه يكون توافق في كل النقاط المطروحه من قبل الجانبين، وانا اعتقد انه خلال هذا الشهر ممكن ان شاء الله ننتهي من تسميه المدرب. يعني الكثير يشكل على انه اللجنه ممكن تاخرت، بالرغم من هذا احنا نقول لا، احنا سايرين بخطوات ثابته ان شاء الله. غايتنا الاساسيه انه يجي مدرب يقدم للمنتخب الوطني، مو اسم العراق او المنتخب العراقي هو يقدم للمدرب، ولا اذا نريد مثلا مساله تسميه فقط ممكن انه احنا خلال فتره قصيره جدا نسمي كادر تدريبي. لكن احنا اليوم تحركاتنا باتجاه اسماء تدريبيه مهمه، ان شاء الله تتكلل جهودنا بالنجاح. اللجنه ما مقصره في هذا الاتجاه، والاتحاد عندنا ثقه كبيره بهذه اللجنه بانها تنتج عملها في فتره محدده. ان شاء الله خلال هذا الشهر ممكن انه ننتهي من هذا الموضوع. طيب، ندخل الى محور طبعا حديثنا لهذا الموضوع، وانتخابات الهيئه الاداريه لنادي الزوراء قبل جوله من نهايه الدوري العراقي وتتويج الزوراء رسميا. مثل ما تعرفون انه قبل جوله او جولتين ضمن فريق الزوراء التتويج بلقب الدوري العراقي للمره 14 في تاريخه، وايضا انه اجرى انتخاباته قبل جوله واحده. طبعا فاز الكابتن فلاح حسن رئيسا لنادي الزوراء ل4 سنوات قادمة، وحضور يعني طبعا الانتخابات أقيمت في نادي الصيد يوم أمس طبعا الساعة 5 عصرا. عدد حضور الهيئة العامة طبعا كان للنادي 211 من أصل 228. طبعا حصل الكابتن فلاح حسن على 185 صوت ليفوز برئاسة النادي وفقا لقانون 18 طبعا اللي عملت عليه أغلب إدارات الأندية ومشت عليه أغلب إدارات الأندية في انتخاباتها لهذا أو لهذه السنة. اختار طبعا تم اختيار مقصود عبد العزيز نائبا للرئيس، شاكر محمد عودة أمينا للسر، صلاح هادي أمينا ماليا. طبعا الأعضاء كانوا كل من عبد الكريم عبد الرزاق وعبد الرحمن رشيد وقاهر فاضل الموسوي وسعيد عبد الحسين وأسعد لازم علي ورافد حمدان داغر، طبعا أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الزوراء. بالتوفيق لكل الأسماء وأيضا بالتوفيق للهيئة الإدارية الجديدة لنادي الزوراء. بعد انتخابات الهيئة الإدارية توجهنا بالسؤال لعدد من الرياضيين أو اللاعبين الزوراء وحتى عدد من أعضاء الهيئة العامة لإدارة النادي، خلينا نتابع. لكن أكو موضوع أنه الكابتن غيث عبد الغنياني، وحيي طبعا
يعني تقبل انه عدم اشتراكه في الانتخابات بكل روح رياضيه، وهذا اللي نتمناه. يعني الرجل كان هذا قال خلاص انه هذا القانون وخلاص احنا مشينا، ما مشينا الى امور اخرى بعيده بالتهديد والوعيد اللي دائما ما اغلب الخاسرين يتخذوها. خلينا نتابع. والله صراحه اعتقد هناك خلل قانوني في مساله الترشيحي، انا متفاجئت حاليا، لان يعني كان المفروض بان يكون مساله الترشيح مساله يعني قانونيه وصحيحه، يعني حسب ما يعني الاوراق اللي قدمتها من الهيئه الاداريه خلال الفتره السابقه، لكن تفاجات الان حاليا يعني هناك فقره يعني تصدم بالقانون، القانون اللي جرت عليه الانتخابات، وهذا يعني اتقبلها بموضوع رحاب الصدر. بالنسبه لانتخابات نادي الزوراء واستبعاد الكابتن غيث عبد الغني، مثل ما يعرف الكل يحكم الانتخابات الانديه الرياضيه قانون اسمه قانون 18. قانون 18 الهيئه العامه موصفه من مؤسسين اعضاء الهيئه الاداريه المنطقه الهيئه التاسيسيه، اعضاء الشرف ودافعين بدلات انتماء. من دول من يرشح؟ يرشح فقط دافعين بدلات الانتماء اللي صار سنه واكثر. ثانيا الهيئه الاداريه المنبثقه من الهيئه التاسيسيه. الكابتن غيث بموصفي الهيئه الاداريه بحق المؤسسين، مؤسسين من حقه وفق القانون يصوت فقط، ما يحق له الترشيح، لذلك تم استبعاده من قبل اللجنه. اني شغلت منصب نائب رئيس الهيئه الاداريه نادي الزوراء لمده 8 سنوات، اي لدورتين متتاليه. حصلنا على درع الدوري 3 مرات، 3 مواسم، وحصلنا ببطولة كأس العراق. وردت أترك فد بصمة خلال هذه 8 سنوات، وقدمت خدمات جليلة للنادي، وأنا أؤمن بالتغيير. ففسحت المجال إلى زملاء الآخرين من أعضاء الهيئة العامة لتقديم خدمتهم من خلال جهودهم إلى النادي، وأنا باقي ضمن أسوار نادي الزوراء. اولا احب ابارك لاخوتي باعضاء الهيئه الاداريه اللي حافظوا على ثقه الهيئه العامه. ثانيا هذه الهيئه الاداريه الجديده اللي تم انتخابها اليوم راح تباشر عملها، ولتكمله الانجازات المتحققه من الهيئه الاداريه السابقه، فراح تكون هذه الهيئه الاداريه امتداد طبيعي للهيئه الاداريه السابقه. طيب قبل أن أنتقل إلى ضيفه، أكو تصريح جدا مهم للكابتن فلاح حسن اللي قال أنه ما من الممكن، طبعا بعد الانتخابات هذا التصريح، قال ما من الممكن أنه التشكيك اليوم بالتلاعب بقضية التلاعب بالنتائج المباريات بالدوري العراقي، وقال أنه الدوري العراقي من بدايته من أول ما انطلقت أول مباراة في تاريخه لحد هذه اللحظة ما كان هناك تلاعب بنتائج المباريات، حسب ما تصريحات بعض أعضاء الهيئات الإدارية للأندية التي تضررت حسب قول الكابتن فلاح حسن. خلينا نتابع. والله يا أخي هذه عملية خطرة، ولا أريد أن أستعمل كلمات أقسى من هذه الكلمة، لأنه من خلقة كرة القدم في العراق، يعني تاريخ العراق، لا توجد في سجله هذه النقاط السوداء. فاللي أرجوه من كل الأخوان الإدارات الأندية التي الآن تتنافس على المركز الثاني أو الثالث أن لا تنحو بهذا الاتجاه، لأنه هذا يعني منحى خطر جدا. لا نريد أن يتفشى في ملاعبنا. نحن هيئة إدارية، إدارة نادي الزوراء إدارة معروفة بثبات الشخصية وقوة الشخصية، لذلك لا يستطيع أي نادي أو مسؤول رياضي في العراق أن يؤثر ويطلب منا التلاعب بنتائج المباريات، لأنه نحن نادي تربوي بالدرجة الأساس، وهذه كلمة تعني الكثير عندما أقول نادي تربوي. لا نريد أن تسري هذه الحالة الشاذة على ملاعبنا. مباشرة طبعا أنتقل إلى ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ شاكر الجبوري، عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء. أستاذ شاكر أهلا وسهلا بك، مبارك لكم طبعا انتخابكم مرة ثانية، تجديد الثقة أيضا بكم بعضوية الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، وأيضا نتمنى إن شاء الله أنه 4 سنوات تكون
كسابقاتها من العمل الإداري المحترف ربما بالنسبة لإدارة نادي الزوراء ولكل الإدارات. يعني اليوم إدارة الزوراء حالها كحال إدارة الشرطة، الطلبة، القوة الجوية، الفرق الجماهيرية التي تعمل باحترافية، ربما أنه راح يكون على عاتقكم الكثير من الأمور، وأيضا من ضمنها أنه المشاركة يعني الآسيوية في دوري أبطال آسيا. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي العزيز وتحياتي لأخوان العاملين في القناة في اللوجة في الظهور الأول النبيها، أحييكم وسهلا بك. أكثر من هذا أعتقد اللي جرى يعني يوم 6/2018 في قاعة نادي بغداد في نادي الصيد الرياضي، اعتقد الكل قنوات شافته وشهدت العمليه بكل يعني اوجهها. اليوم انا ما اريد اتحدث عن العمليه كيف ما جرت، وانما اعتقد احنا نقول احنا تكمله لما يعني لما فات، او الهيئه الاداريه يعني امتداد طبيعي للهيئه الاداريه السابقه. احنا جددنا بها اعضاء، نعم جددت بها اماكن ممكن، بس هي امتداد طبيعي للهيئه الاداريه السابقه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه نتوفق في عملنا في المرحله القادمه، خصوصا ان تظن الكثير من المشاركات والمشاركات الصعبه جنابك تعرفها. طيب يعني استاذ شاكر، انا اليوم بصراحه استغل وجودك، ومثل ما يقول انا من زمان اريد التقي بك في برنامج هاتريك، لكن ربما كنت مشغول في تلك الفتره بالدوري العراقي ومهمتك ايضا مع اداره نادي الزوراء. اليوم الكثير من المواضيع عندي موجوده، اريد أضع النقاط بالتحديد، يعني أضع النقاط على الحروف بالعديد من المواضيع. خل أبدأ مع الانتخابات، يعني انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الزوراء. أنا بصراحة أحيي الكابتن غيث عبد الغني بتقبله بكل روح رياضية، يعني أنه خلاص ما شارك بالانتخابات وطلع. يعني أنه هل أنتم كنتوا تعلمون بمسألة عدم استطاعته أنه يشارك بالانتخابات لو فقط يحق له التصويت، لأنه هو كما عرفت هو عضو شرف في النادي في الهيئة العامة؟ لا اعتقد الكابتن، يعني انا ما راح امدحه بهذا البرنامج، واعتقد هو يمتلك من الاخلاق الكبيره، وايضا رجل محترم، وايضا هو لعب للزوراء كثيرا في عده مواسم. اعتقد احنا اللي فاتحناه بالموضوع، واحنا اللي طلبنا ان يرشح معانا فيه، كما طلبنا ايضا من نجوم اخرين ان يرشحون في ضمن الهيئه الاداريه. منو طلبتوا؟ منو اعتقد يعني هو هذا، يعني طلبنا من كريم صدام، طلبنا من رائد خليل، طلبنا من الآخرين اللي موجودين في النادي. أعتقد العمل الإداري هو ليس رغبة، وإنما هو تكليف ومسؤولية عالية جدا، وأعتقد اللي يعمل في الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أعتقد المسؤولية عليه مسؤولية كبيرة جدا، ومسؤولية تقع كما يلعب يعني اللاعب في مباراته ويؤدي، يجب أن يكون عضو الهيئة الإدارية أيضا المفروض بيؤدي تأدية عالية جدا في سبيل أن يصل إلى حالة ممكن أن تكون مثالية كما يعني حصل وأخذنا درع الدوري. العمل في الإدارة أخي العزيز عمل صعب جدا، يعني يراد ب يعني احترافية عالية، يراد بي أيضا يعني أنه تقسي على نفسك في بعض الحالات الكثيرة جدا. إحنا اليوم صار لنا أكثر من 8 سنوات في الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، أخذنا أكثر من 5 يعني أكثر من بطولات، يعني أكثر من 4 بطولات، 3 دوري و1 كأس وبطل السوبر. وأعتقد هذا العمل هو يعني العمل في الإدارات هو مكمل، يعني يعني نقول لاعبين جيدين، ثم كادر تدريبي جيد، ثم أيضا يعني إدارة تعمل خلف هذا الشيء، وبالتالي جمهور قوي يدعم هذا التوجه في سبيل أن يكون إلى يعني حظوظ بفوز، سواء كان بدرع الدوري او مباراة كأس او غيره. اعتقد العمل الاداري هو ليس رغبة او ليس يعني تمني، العمل الاداري يجب ان يكون عمل مضني جدا، وخصوصا في ادارة مثل ادارة الزوراء. طيب هذا الموضوع هسه انت تتكلم لي به، لكن البعض قال انه عدد الهيئة العامة اللي كانوا حاضرين، عدد الهيئة العامة عندكم 211 عضو، اللي كانوا حاضرين فقط 185. عندنا كان اللي كانوا لا اللي كانوا اللي العدد الاعضاء الهيئه 228، عدد اللي حاضرين بالتصويت 211، عدد اللي صوتوا اعتقد هم نفسهم ال 211 او قالوا 200 مصوتين.
وهذا اعتقد يعني هو يمكن ظهرته وسائل الاعلام من خلال اللجنه الانتخابيه اللي كانت موجوده. طيب ما كان هناك اعتراضات على الانتخابات بصراحه؟ يعني انتم اعلنتوا عن الانتخابات، بعض الانديه بصراحه اجرت انتخاباتها بدون حضور الاعلام، لكن انتم وجهتوا دعوه لكل الاعلاميين لكل القنوات للحضور لانتخابات اداره نادي الزوراء. اخي العزيز، احنا اعلنا من يوم 1/7 بدينا انه قعدت الهيئه الاداريه واعتمدت الاسماء الهيئه العامه، وبالتالي اعلنا اسماء الهيئه العامه في يعني في اماكننا اللي موجوده في النادي، واعلناها بشكل طبيعي جدا. وايضا ممكن ان يكون فتحنا باب ل يعني البعض انه من الاخوان من اعضاء الهيئه العامه قدموا اوراقهم بس ما كانوا، يعني مثلا كان الاخ حساني علوان مقدم اوراقه بس هو ما كان يمتلك شهاده الدراسه الاعداديه، بالتالي وفق القانون لا يمكن ان يكون من ضمن المرشحين. اعتقد احنا بدينا من يوم 1/7 بهذا الشهر، وتم الاعلان عليها بوقت مبكر جدا، وفتحنا المجال في سبيل ان يكون اكو عناصر ممكن ان تدعم النادي. العمل في الهيئه الاداريه قلت لك اني ليس فقط يقتصر على النجوميه، العمل في الهيئه الاداريه يحتاج الى صبر، يحتاج الى قوه تحمل، لانه اللي يعمل في اداره نادي الزوراء عليه ضغوط، كما اللاعب عليه ضغوط من الجمهور، ايضا العمل في الهيئه الاداريه برغم قله الامكانيات الماديه اللي موجوده وبرغم شحتها، الا انه احنا قدرنا ان نوفي بجزء كبير من التزاماتنا الماليه تجاه لاعبينا ومدربينا وفي ميزانيتكم. ايش قد كان طيب ميزانيتكم ايش قد كانت هذا الموسم استاذ شاكر بصراحه؟ ميزانيتنا لهذا الموسم احنا مقدمين ميزانيه لوزاره النقل حدود 4 مليارات وكسر، يعني يعني ورقم وياها اللي استلمناه لحد هاي اللحظه مليار، يعني مليار مليار و200 مليار و300 هاي مليار استلمنا لحد هاي اللحظه، هاي المليار و300 والموسم راح ينتهي، هاي المليار و300 دفعت عقود منها النقل، كلها هي عقود. هي المشكله يا اخي العزيز انه اي حاله ثانيه لنادي الزوراء هي ماكو، يعني مجرد عندنا عقد مع شركه الناصر للرعايه هو بمبلغ 300 مليون وجانا نص المبلغ والنصف الاخر ما انطوه، هذا طبعا للعام الماضي، هذا العام احنا وياهم دخلنا في اشكال قانوني لانه ما دفعوا المبالغ اللي عليهم. وزاره الشباب دفعت لنا فقط مشاركتنا في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي وما غطت كل المشاركه صراحه، يعني غطت جزء من المشاركه. بالتالي اللي اجانا من الاتحاد الاسيوي بحدود ال 80 الف دولار العام والسنه هي ما غطت المصاريف اللي ممكن انت رحت بها، يعني افادك الخارجي اللي موجود مباراتك الخارجيه، لان انت تعرف جنابك اذا تلعب خارجي راح يكون لك يعني الضيف وانت ممكن ان تتحمل تكاليفهم كلها. بالتالي المبالغ اللي تجي من الاتحاد الاسيوي ما تغطي المبالغ اللي ممكن ان يصرفها، راح يصير عندك عجز اكثر. احنا صار عندنا عجز اكثر لانه احنا تعرف عندنا لعبات اخرى وعندنا العقود اللاعبين وعندنا ايضا يعني انا افهم من كلامك انه يعني المليار وال300 او المليار مليار و400 خل اقول دينار عراقي، هذا اللي استلمتوه من هذا الموسم من وزاره النقل فقط، من وزاره النقل بينما العجز اللي موجود يعني راح يصير اكثر من مليارين بسبب ليش؟ لانه سبب اكو عقود ويا اللاعبين، احنا يجب ان نوفي بالتزاماتنا مع اللاعبين والمدربين، وايضا عندنا يعني رواتب العاملين ورواتب ايضا المدربين اللي موجودين ورواتب الفرق الاخرى وايضا الامور التشغيليه الاخرى اللي ممكن ان تهم النادي في سبيل ادامه الملعب، ادامه المنشآت اللي موجوده، هذا كله يعني احنا ما عندنا مردودات ماليه كبيره جدا في يعني نغطي قسم من عندها، اللي يجينا فقط من وزاره النقل، واعتقد بشخص السيد وزير النقل الاستاذ كاظم اعتقد هو ما قصر في هذا الجانب، بس الجهات التنفيذيه الاخرى اللي هي يعني لان احنا تعرف جنابك مرتبطين في مركز الوزاره، واللي يرتبط به مركز الوزاره راح يوزع المبالغ مالته على الشركات، وبالتالي عندما تذهب الى الشركه يعني مدير الشركه يتحجج في حجج كثيره جدا في سبيل انه ما يصرف لك هذا المبلغ. انتوا على اي شركه؟ احنا نلاقي صعوبات كبيره جدا في هذا الموجود. انتوا على اي احنا شركة؟ مو على شركه، على مقر الوزاره. انتوا على مقر الوزاره احنا بالتحديد. على مقر الوزاره. اي مقر الوزاره ما عنده فلوس يوزعك على الشركات اللي سانده اليه.
اللي هي أكثر من حدود 8 شركات وأيضا 8 شركات رابحة. بالتالي عندما تذهب إلى الشركة أو مدير الشركة راح يتحجج بحجج كبيرة جدا أنه ما عنده هاي المبالغ هو وما يقدر يعطي هاي الفلوس، وبالتالي وكأنه العملية صارت عملية يعني استجداء للمبالغ وليس هي عملية أوامر ممكن أن تنفذ من أمر الوزير والباقين ينفذون. يعني حتى إذا أمر الوزير ما لازم فلوس. يحل القضايا، لازم نشوف مرة ومرتين يلا نقدر نستلم. وأعتقد يعني هاي الموضوع يجب أن يكون لحل. يعني إحنا من إجينا لإدارة نادي الزوراء لحد هاي اللحظة نطالب بإقامة يعني ميزانية خاصة للنادي وأن توضع في موازنة الوزارة ويطرها وزارة المالية. وهذا الموضوع صار أكثر من 8 سنوات نحاول به وما نلاقي يعني شلون نقول يعني الإذن الصاغية إلى أو الدفع إلى بهذا الاتجاه. وهذا هو المشكلة الأساسية في نادي الزوراء، هي الميزانية مالته. أكبر نادي جماهيري يعني موجود بالعراق وآسيا، بس أنه لا يمتلك أي موارد مالية أو ميزانية خاصة ممكن أن نديم عمله ويستمر بدون أن يلجأ إلى شركة أو إلى مدير أو إلى أي شخص ثاني. طيب أستاذ شاكر، يعني الكثير من الأمور هسه أنا أريد أسألك عليها، يعني من ضمنها مثلا يعني أنتوا هسه عملتوا بالهيئة الإدارية السابقة، ما فكرتوا خلال اجتماعكم بصراحة، يعني هذا السؤال أنا دائما ما أسأله لأي عضو هيئة إدارية أو رئيس نادي عندي بالبرنامج، أقول له ما فكرتوا في يوم أنه تطلعون خارج الوزارة تفتحون أبواب الاستثمار تستثمرون أنتوا كهيئة إدارية يعني حتى يجيكم موارد؟ لا نعتمد اليوم احنا كل الأندية، هسه انت تعرف كل الأندية بالعراق يا اما تابعة الى مجالس المحافظات يا اما تابعة الى المحافظة يا اما تابعة الى الوزارات، وهذا اللي جاي يدخل الأندية في اشكالات اخرى. انتم بخطتكم هسه انتم 4 سنوات جديدة راح تستلمون إدارة نادي الزوراء او استلمتوها، ما فكرتوا انه اليوم تقعدوا مثلا خلال 4 سنوات تستلمون الملعب مثلا الملعب الجديد تستلموه تطرحوا استثمار تجيكم فلوس واردات؟ أنت جنابك قاري قانون الاستثمار وقانون الأندية اللي موجود. قانون الأندية، قانون الاستثمار ما قاري، قانون الأندية. قانون الأندية يتيح للأندية العمل بكل شفافية وحرية. إلا أنه أنت جنابك تعرف أنه الاستثمار في أي مكان أو في أي منشأ يحتاج إلى موافقات أصولية، وبالتالي أنت لا يمكن أن تستثمر، لا يمكن للأندية الرياضية أن تستثمر في أي مكان ما لم تكن هذه الأرض تابعة إليه. أنت ما يصير تعطي قطعة أرض هي ما تابعة إليك وتجي تستثمرها، يعني كل شخص اللي يمتلك القطعة الأرض اللي بيته ويجي الآخرين ممكن أن يقيمون عليها مشروع معين، وهذا طبعا ما يجوز. أعتقد هو القانون في القانون الأندية قانون رصين جدا، إلا أنه يحتاج في بعض فقراته إلى تعديلات. يعني قبل احنا تعرف دولة يعني لها وجهة نظر في عملية الاستثمار، ما كانك استثمار يعني دولة مركزية تدار بشكل مركزي. هسه اللي موجود احنا يعني تيهنا المشيتين، لا احنا صرنا يعني دولة بشكل تعطي للأندية، طبعا انا احكي بشكل على الأندية ما له علاقة بالشكل الآخر، تعطي للأندية الحرية في الاستثمار ولا خليناها وانطيناها أراضي في سبيل انه تقدر أنه هذه الأندية طبعا هي ما تنطيها الشخوص، تنطيها لأشخاص معنويين، يعني مثلا سجل اسم نادي الزوراء باسم الهيئة الإدارية للنادي الزوراء، يعني مو باسم الشخوص مالتهم. ممكن اليوم احنا نكون موجودين، ممكن بعد 4 سنوات ما راح نكون موجودين، وبالتالي ممكن إذا سوت هذا الشيء طبعا هذا التعديل في القانون أو يعني في قانون الأندية، وممكن الأندية تستثمر أو تشتغل صحيح وممكن أن يجيب لها إيرادات وما تكون عبء على الدولة. يعني هي المشكلة مو يم الأندية، المشكلة يم الحكومات المتعاقبة على هذا الموضوع. ما يديرون بالهم على النادي أو ما يشوفون الرياضة إلا من خلال فوز المنتخب وجوزوا على قطع أراضي أو انطوا 10,000 دينار أو ما أعرف شنو. هاي المشكلة إحنا عندنا بالعراق، إن الفرحة عندنا آنية، يعني ما عندنا تخطيط مستقبلي لحالات كبيرة جدا. مثلا نباوع على الأندية شلون نفكر لها، نباوع على اللعبات الأخرى مثلا الأولمبية وغير الأولمبية شلون نفكر لها. احنا صارت عندنا بطولة مثلا قريبة جدا بعد شهرين لازم نجيب مدرب وما أعرف شنو نسوي معسكر وتنخبص الدنيا، ورا ما ينتهي البطولة نطلع من عندها، طبعا يعني شيء طبيعي أنه نطلع من عندها، نقوم نفكر أنه احنا شلون طلعنا ولازم نجيب مدرب أجنبي. احنا أخي العزيز خلنا نحكي بصراحة كبيرة جدا، أنه احنا ما عندنا تخطيط ل5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة أو 25 سنة، عندنا تخطيط لمدة يوم أو يومين أو 3 أو أسبوع، وهذا طبعا خطأ.
ايضا احنا قدمنا مشاريع كبيره وقدمنا رؤى كثيره للوزارات المتعاقبه في سبيل ان تاخذ في هذا الراي، بس ما اخذ راينا في هذا الموضوع. يعني احنا اليوم بدنا ننتظر، صار لنا من 2011 لحد هذا اليوم ان النادي راح يكمل لو ما يكمل، ولحد هذه اللحظه ما كمل النادي، وبالتالي ممكن ان يكون هذا يعني اذا كمل ممكن ان يكون عون انه في سد جزء كبير من هذا. ممكن ان نستثمر في مجالات عديده، نستثمر في مجال الاعلان، عمليه النقل للمباراه، نستثمر في الجمهور، نستثمر في الاعلان، نستثمر في الكافتريات، نستثمر في مولات عديده. وهذا اللي انا اقوله، احنا ما نمتلك غير قطعتين ارض موجوده في الشالشيه وموجوده في الجانب الاخر في العطيفيه، وبالتالي هن ذن اثنين نتابعات الى وزاره الشباب والرياضه. وهذا اللي دا يصير يعني بينا نادي كبير يعني مثل الزوراء، حتى الملعب الارض مالته اللي هي حاليا فندق اللي هسه خليني بس اكمل لك. طيب اعطيني فندق الارض مال الزوراء. الارض مال الزوراء فندق نادي تعرفوه انتم، فندق الرشيد اللي موجود رشيد. اخذوا الارض مالته، انطوه القطعه الارض اللي موجوده بالعطيفيه اللي قيمتها يمكن 14 زونه، وسجلوها باسم الوزاره، باسم وزاره الشباب والرياضه. بالتالي هو فقد كل اموره، يعني نادي الزوراء لا يمتلك الا الاسم الكبير فقط، اما الامكانيات الماديه امكانيات ضعيفه جدا، وامكانيات تكاد لا تظهر او لا لا لا, لا تذكر امام اللي موجود في الانديه القريبه من الدول العربيه. طيب انت جيت لي على الملعب، هسه الملعب مو على اساس يكمل وكان هناك اكو مشاكل، يعني انتم هسه بعيدين عن هذا الموضوع، لان هي كانت وزاره الشباب تكفلت بهذا الموضوع بانشاء باعاده يعني بناء ملعب لنادي الزوراء يليق باسم وتاريخ نادي الزوراء. شنو اللي وصل لليوم؟ وين وصل هذا الملعب؟ اكو اعمال هسه بي وقفت اللي وصل مستمره؟ اكو شغل بي اخي العزيز، بس شغل قليل جدا، يعني يعني وصل الى نسبه 60 الى 65%، واليوم احنا السنه الثامنه او السابعه يعني بي، واعتقد يعني هذا الشيء كارثه والله العظيم. يعني 7 سنوات تبني ملعب في تاريخ الوزاره، واعتقد يعني والله العظيم استاذ ملاعب ممكن ان تبني 6 أشهر او سنه او اكثر او اقل، يعني ما اعرف. هم جابوا لنا شركه، وهي الشركه هي ما متخصصه، أنا ما راح أحكي عليهم لأنه أيضا جزء من العملية هو كان بها وزارة الشباب والرياضة، كانت بها جزء من الخطأ، مو 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 جزء من عندها الشركة. يعني مبالغ ما يدفعوا لهم، الوزارة السابقة ما دفعت لهم مبالغ، بقت هاي المبالغ متراكمة، اجت الأزمة المالية، هاي الأزمة المالية أثرت تأثير كبير جدا على يعني وزارتنا اللي موجودة حاليا، ما عندها فلوس تطي للشركة، وبالتالي صار تلكؤ كبير جدا في العمل. صار أكثر من سنتين تركوا العمل، بعدين قابلوا السيد الوزير الأستاذ عبد الحسين عبطاني وممكن حكوا وياهم ورجعوا للعمل، انطاهم جزء من المبالغ واعتقد مبالغ بسيطة جدا اللي طوها. يعني مشاكل عديدة ممكن أن تحل إذا ما نظرت الدولة نظرة حقيقية للرياضة العراقية. الدولة دا تنظر بشكل منظار قليل جدا للرياضه. هاي هاي المشكله استاذ، يا استاذ شاكر هاي المشكله. تنظر اليوم تتكلم مع وزير وطبعا على فكره هم ليست الحكومه فقط تنظر لهذا، الكل الموجودين سواء كانوا كبرلمانيين او كحكومه ينظرون الى انه وهي لعبه طوبه، شنو ايش دعوه خابصين نفسكم خابصين بيها. اعتقد اليوم اللي شفنا الاهتمام، احنا شفتوا الاهتمام بكاس العالم ورئيس اكبر دوله يعني بوتين ورئيس ثاني دوله فرنسا وايضا اوكرانيا كرواتيا، شفتوهم رئيسه كرواتيا يعني شفتوا رؤساء كرواتيا رؤساء دول كانوا يحضرون يجلسون يباعون ويشجعون، واكيد يعني هاي جزء من الثقافه. اعتقد احنا ما وصلنا الى هاي الثقافه العاليه في سبيل ان نعطي للرياضه استحقاقات اللي ممكن ان تاخذها. احنا اذا نتكلم على الرياض هاي مال المسؤولين، هاي ترى طامه كبرى استاذ شاكر والله العظيم. هاي لو اقعد بعد منا الشهر كامل نتكلم حول هذا الموضوع، خلاص انت بعد قلتها، يقول لك ايش دعوه طوبه وتصرفون على الطوبه هالقد مبالغ، يعني هاي المبالغ المليارات والهاي على كره قدم، وما يعرفون انه التطور بالشعوب هي من خلال الرياضه. انت تطور رياضه بلدك تقدر تطور شعوبك. هاي نقطه. النقطه الثانيه اني بس اوقف عند نقطه، وزاره الشباب انتم ما طالبتوهم من اخذوا قطعه ال 14000 دونم؟ ما تحركتوا عليها بوقتها؟ وين قصدك يا هي هاي مال 14 دونم؟ 14000 دونم اللي كانت عندكم؟ لا هي 14 دونم مو 14000، 14 دونم اللي يبنون عليها المشروع اللي موجود بال
اي اللي موجود بال يعني هو الملعب اللي ومرفقاته الاخرى. طبعا هي تحركنا عليها، بس انت حتى اذا تريد تقيم المشروع او تريد تسوي استثمار، الوزاره اذا كان باسمك المستثمر ممكن ان يجي ويوقف وممكن ان ينطيك الشيء اللي تريده، بس انت من ما تكون هاي القطع باسمك لا يمكن ان يجيك اي مستثمر، وممكن ان يطالبك بقضايا عديده حتى يقدر يمشي بطريقه الاستثمار. يعني هي كل الحاله انه هي قلت لك القانون هو قيدنا في هذا الموضوع كثيرا. اعتقد القانون يراده تعديل حتى نقدر نمضي بالانديه الى امام، وممكن ان ممكن يصير هذا التعديل، وفد شيء بسيط جدا ممكن ان يكون له هو في جلسه واحده ممكن ان يعني يعدل القانون ويمشي، ومساله طبيعيه جدا. طيب اكو موضوع اخر، طبعا تصريح الكابتن فلاح حسن، هسه نترك شويه تصريح الكابتن فلاح حسن، وقفت عنده. يعني هناك اتهامات ببعض الفرق او بعض الانديه بان هناك تلاعب بنتائج مباريات الدوري، الكابتن فلاح رد على هذا الموضوع، شو ردك انت على هذا الموضوع؟ يعني انا ما راح اكون بعيد عن رد الكابتن، اعتقد ان نادي الزوراء نادي كبير جدا باسمه، لا يمكن ان يساوم او يفكر حتى في المساومه، اعتقد احنا ناس يعني قبل ان نكون يعني موجودين في الهيئه الاداريه عندنا احنا كثيرا ما نحاسب على مساله التزوير اللي يصير بالانديه. فكيف انه احنا نقبل مثلا طريقه المساومه في عمليه النتائج او في عمليه التزوير؟ اعتقد ان الاثنين هن احنا مو يمهن ولا نباوع لهن، بس الاخرين يحاولون ان يشوهون هاي الصوره، لانه تعرف انت هم بداوا يتنافسون على الثاني والثالث، احنا نباوع لهم. هم حقهم يحشون هذا الحكي على هذا، لانه احنا ايضا نعطيهم هذا الشيء، طبعا بس خلي يكون بعيد عنا، لانه احنا بطل وبطل الدوري، اعتقد الكل يحاول ان يرميه بامور عديده، بس احنا ما راح يعني نباوع لهذا الكلام، اعتقد احنا راح نمضي كثيرا بس في الدوري. هذا الكلام يعني يعني تعرف انت اكو دوريات بالعالم يفتحون تحقيق بهذا الموضوع. لا دورينا نظيف صراحه، انا ما اريد اقول دورينا ممل ودورينا في يجرى طبعا وعتبي على الاتحاد انه الساعه بالاربعه وبالاربعه ونص وانت بالبصره او تلعب، واحنا يعني صورت احنا في مباراتنا مع يعني في احد المباريات في البصره يعني درجه الحراره يمكن 70 او 80 واحنا قاعدين بالملعب، ملعب ما بي يعني مروحه هوائيه، وقاعدين يعني احنا قاعدين ما اعرف صار بينا زين، كيف حال اللاعب؟ اعتقد ايضا يراد له تنظيم دورينا، يراد له تنضيج اكثر، يراد ايضا عدد الفرق المشاركه، اللي ما يقدر يشارك شكو مشارك هو بالدوري؟ يعني مجرد الرغبه بالمشاركه، اعتقد ايضا على الاتحاد ان ينظر ايضا الانديه اللي ما لعبت خصوصا الاتحاد. استاذ يعني استاذ شاكر دخول هاي العامه هم يعني تغري. ما اعتقد الهي العامه، اعتقد يعني هذا كله يم الاتحاد، والاتحاد يقدر يسوي هذا الشيء. يعني مسابقه ممكن تكون من 16 فريق، ممكن تكون مسابقه جميله جدا. زين ما فكرتوا انتم الانديه الجماهيريه العالم بدا يحضر، انتم الانديه الجماهيريه الانديه الكبيره الزوراء الجويه الطلبه الشرطه لا تسوي الرابطه، رابطة الدوري العراقي حتى تطلعون خلاص وتحت مسوغ قانوني وتاخذوا موافقات اصوليه من الاتحاد. انا دعيت لهذا الموضوع. ما ليش سالتك؟ يلا محترم، انا دعيت كثيرا لهذا الموضوع وحاولت كثيرا، بس انت الرابطه يعني انت بس اسم تريدها، لو تريد بها تنظيم وتريد بها عمليه انطلاق يعني للدوري زين، هذا التنظيم ما يحتاج الى مبالغ ماليه كبيره جدا في سبيل ان تهيئ المنظمين للبطوله. المنظمين منو؟ المسؤولين عن المباراه هم منو؟ هم الحكام. والحكام ايضا محتاجين مساعدين، والمساعدين محتاجين ايضا اخرين يعني جالبين كرات وغيره، هاي كلها مبالغ اخي العزيز تصرف. اذا انت ما عندك مبالغ ممكن ان تغطي قيمه عقودك تقوم تسوي انت تسوي لي دوري محترفين وانت ما عندك بجيبك 3 دراهم، يعني ما اعتقد صحيح. بس الاتحاد يريد يسوي دوري محترفين، انا اقول نقدر ننضج، يريد يسوي دوري محترفين وين يقدر؟ هو دخل يسوي الدوري هسه مال هو زين وبعدين يسوي دوري محترفين، وين يقدر يسوي دوري محترفين؟ هو جائزه مال 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 البطل، بطل الدوري احنا بال 2010 ما مستلميها، شو يقدر يسويها بالاتحاد؟ بس دقيقه، بال 2013 فزنا ما استلمنا جائزه، بال 2014 15 استلمنا ما استلمنا،
ما اعرف ايش قد قيمتها، حتى ما نعرف ايش قد قيمتها هي. يعني ما مستلمين استاذ شاكر؟ ما يجيك ولا دينار من البطوله. يعني صدق هسه انتم بطل دوري 2010 ما مستلمين؟ واذا هم وطبعا دزينا لهم اكثر من كتاب، النيابه خطبوا لنا رئاسه الوزراء يا 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 ناس يا محترمين الموجودين بالاتحاد، خاطبوا لنا قول يابا هاي جائزه تخصص من رئاسه الوزراء الى الدوري او بطل الدوري او بطل الكاس. لحد هاي اللحظه ما مستلمين احنا العام والسنه راح نفوز ولا دينار واحد. يجيبون كاس قيمته ايضا حتى قيمته بسيطه جدا. انت قيمه يعني انت شوف يا اخي العزيز، تصرف هاي الملايين الدولارات في سبيل انه يجيك فد مردود. يعني هسه انت تباوع على الفرق الباقيه، احسن احنا نقول احتراف. طبعا احنا مارسنا عمليه الاحتراف، اعتقد عمليه احتراف غير ناضجه ومخربطه كلها بس انت تقول لي شارك مشارك بالزوراء، يعني شلون اذا مشارك الزوراء تنقلب الدنيا؟ صح، تنقلب الدنيا علينا اذا مشارك الزوراء. واذا ما تجيب لاعب جيد يعني يمكن تقب عليك الدنيا كلها. بس قل لي انت ايش قد تصرف ايش قد يجيك؟ اقول لك اصرف، اذا اصرف مليون دولار اني ما يجيني من عنده 100,000 دينار. واعتقد هاي ايضا المفروض ينظر لها الاتحاد، المفروض تكون مسابقه بها اشتراك، خلي تكون بها اشتراك وقيمه الاشتراك ممكن تكون هسه مو بكاس العالم موجود، خلي يجيبون شركات راعيه، خلي يجيبون شركات ناقله جيده وتبيع الدوري بمبالغ عاليه، ممكن تكون تجيب الدوري ايضا رعايه سبونسر للدوري ممكن ان يباع بمبالغ عاليه جدا، وجزء من هاي المبالغ اعطيها للاول والثاني والثالث وحتى الاخير في الدوري الانجليزي يستلم. احنا لا الاخير يستلم ولا الاول يستلم، كلها نفس الهاي. اذا انتم من 2010 من 2010 ما مستلم جائزتك لحد الان، و2013 فزت، ايش تريد تستلم؟ حتى الاخير ما يستلم. اي ما والله العظيم يعني دوري من اجل متعه الجماهير فقط، احنا دا نلعب من اجل متعه الجمهور ومن اجل انه شوف العراق هسه باضطرابات بمظاهرات بهاي، بس باكر راح تكون مباراتنا احنا النهائيه، شوف ايش قد راح يحضر. خليجي اي سياسي ويقدر يلم ربع ذول اللي موجودين، ما يقدرون اخي، بس هم شوف هسه راح يجون يجوز قسم من عندهم. انا اقول هي الرياضه يعني تربي جيل وتنشئ جيل، وممكن اذا اهتمينا بها ممكن ايضا انه كثير من القضايا ممكن ما تروح بعيد عن البلد، ما يروح طيب يمين ولا يسار. انا اقول صح، الرياضه يجب اهتمام بها، وعلى الحكومه ايضا ان تنظر عليها باهتمام كبير وباحترام عالي. انا ما انظر للرياضه انه هذا فريق يلعب طوبه وهم 11 واحد، او يقول شنو واحد من عندهم يقول 11 واحد ذولا يركضون ورا طوبه وشنو ايش صار يعني انقلبت الدنيا. اعتقد اذا ما نضجنا واذا ما جتنا افكار صحيحه واذا ما وضعنا الرجل المناسب ايضا في المكان المناسب، ممكن ان يكون عندنا رياضه حقيقيه، ممكن ان يكون عندنا طيب يعني دراسه حقيقيه، ممكن ان يكون عندنا تعليم جيد. هاي اللي اقولها. طيب استاذ شاكر، يعني بسؤال اخير، البعض كان متخوف من ربما كان هناك رده فعل بالنسبه لاتحاد الكره حول ترشيحكم الكابتن عدنان درجال، يعني والتثنيه اللي حصل عليها من اداره نادي الزوراء، كان متخوف انه يا ابن الحلال هو عدنان درجال منين؟ مو عراقي، مو لاعب نادي الزهراء، مو نجم من نجوم المنتخب، مو شخصيه ايضا محترمه وايضا كاريزما جميله جدا ويمتلك علاقات جيده، وممكن كان يستثمرها الاتحاد في سبيل ايصال ايضا صوت العراق بشكل اخر، بشكل غير منظم، بشكل منظم ايضا، ممكن ان يكون احد الداعمين للهيئه الاداريه اللي موجوده بالاتحاد. بس انا ما هاي تعرف انت، هاي لوائح انتخابات ولوائح شنو اجراءاتكم انتم اللي هسه جات تتخذوها انت كهيئه اداريه مع كابتن عدنان درجال بهاي الامور اللي كلها الان لجنه انضباطيه وتحقيقيه وكتابنا وكتابكم، انتم مع الكابتن الان؟ يعني 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 كل اللي سويناه الظاهر انت ما لا نعرف شلون ما اعرف، بس انا اريد من عندك اسمعه. انت تعرفين كلهن، انا اعرفهن هسه، اكو ناس ما تعرف وتعرف موقفنا يا سناس، جزء ما تعرف. اولا كل الشارع الرياضي كل الشارع الرياضي يعرف انه احنا وقفنا مع عدنان ولا زلنا طبعا واقفين معاه، واعتقد ايضا يمتلك جزء كبير من الحق في سبيل استرداده. اعتقد اكو قانون واكو عمليه تنظيم، اذا ما استطاع الكابتن عدنان انه يسترد حقه طبعا الكل راح يكون معه. اليوم احنا ما نريد هاي المجاذبات انه اليوم العراق ينحرم، واذا اكيد كلتنا ما نقبلها. طيب احنا ايضا نريد ان نرتقي برياضتنا الى مستوى اسيوي، ممكن ان يكون الى مستوى اولمبي.
الى مستوى اخر، يعني ممكن ان يكون استعدادنا لمرحله متقدمه من يعني بطوله كاس العالم القادمه، هاي اللي نفكر به احنا، ما نفكر انه في عقليه المنتقم اللي يفكر بها الاخرين، احنا نفكر في عمليه بناء نموذجي لجزء من الرياضه اللي هي كره القدم. ان شاء الله احنا نتمنى هذا الشيء ايضا استاذ شاكر الجمهوري. طبعا انا اعرف كل الامور لكن انا اكو جمهور، يعني اذا انا اتكلمها هسه اقول لك داود حكاها، انا قلت خليها انت تحكيها احسن. استاذ شاكر الجبوري عضو الهيئه الاداريه لنادي الزوراء، انا اشكرك شكر جزيل اليوم نورتني في برنامج هاتريك، ان شاء الله التقيك بحلقات مقبله من برنامجنا اليومي. طبعا مشاهدينا حلقتنا خلصت اليوم، التقيكم ان شاء الله يوم غد مع حلقه جديده وضيف جديد، الى اللقاء.